اهلا وسهلا فيديو جديد. النهارده هنعمل فيديو جديد بس قبل نبدا الفيديو ده سلام فيديو ده عن الثلاثه. النهارده هنكمل معاهم سلسله تزيين الادوات المدرسيه. عملنا قبل كده ايه؟ تزيين القلم الجاف لكل الناس اللي بتحب تشتغل بالخرز والخيوط الملونه. النهارده بقى كل الناس اللي بتحب تشتغل بالصلصال الفوم يجيبوا الباكت دي او يجيبوا كل الالوان اللي عندهم ويجوا بسرعه. هنعمل ايه؟ هنزين ايه؟ هنزين الاقلام الرصاص. بصوا بقى هنقول بسم الله. هنقول ايه؟ بسم الله. قعدنا امبارح نفكر نزين الاقلام الرصاص بايه، وبعدين قلنا نخرج بقى ايه، قلنا نخرج بره فكره الخرز. تمام. طيب نخرج بره فكره الخرز ازاي؟ القلم الرصاص يعني بيبقى معظم الاستخدام بتاعه بيبقى خفيف مش كتير زي القلم الجاف، فلو عملنا فيه حاجه جميله كده هتعيش وان شاء الله هتستمر معانا. تمام. احنا كنا خايفين من الفوم لان هو بيتكسر بسرعه او مثلا بيجرى له حاجه، بس احنا طلعنا كل الاشكال اللي عملناها من سنه تقريبا لقيناها سليمه. نقول بسم الله. عملنا ايه؟ اول حاجه بدانا بيها بدانا بشكل الباندا، وده هنعمله معاكم النهارده. وبعد كده عملنا كرسي البعبع، وبرده سهل جدا جدا جدا. عملنا هنا شكل ورده. جودي وجايده مصممين ان هي عنبه، بس انا بصوا هي كده ورده اهي. تمام. طيب معانا ايه؟ كنا عاملين قبل كده الاعلام دي معاكم، علم مصر وعلم فلسطين، استغليناهم بقى المره دي وحطيناهم في القلم الجاف. تمام. ايه تاني بقى؟ نيمو بقى ده حبيبي 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 حبيبي، ده احلى اختراع عملناه. جبنا قلم اورنج كان عندنا ما اشتريناهوش مخصوص يا جماعه. استنى عشان الكاميرا تركز. استني، ايوه كده ركزت. طيب جبنا قلم اورنج مخصوص وعملنا له ايه؟ وعملنا له نيمو بالشكل القمر ده. تمام. ايه تاني؟ كان عندنا الكتكوت ده او الفرخه دي من السنه اللي فاتت، عملنا لها فتحه هنا ودخلناها فين؟ جوه القلم. قلت لهم لا، انتوا تجيبوا لي بقى ايه؟ انتوا تجيبوا لي كل الاشكال، وقفيها يا كوكو، انتوا تجيبوا لي كل الاشكال الجميله اللي احنا عملناها علشان نوريهم الافكار بتاعتنا. اوكي. عملنا البطريق ده السنه اللي فاتت، والبطريق ده ممكن نعمل له هنا فتحه وندخله جوه القلم. تمام. ايه تاني؟ تمام، دي برده ممكن نعمل لها فتحه. البتاع الغريب ده ممكن نعمل له فتحه. طب ازاي يا طنط عزق؟ وده كمان يا قلبي ممكن نعمل هنا فتحه ونرشقه في القلم. الحاجات الرقيقه اللي زي كده اللي هي الرقيقه احنا لزقناها زي ما لزقنا الاعلام بالامير. جبنا الامير ده ولزقنا بيه على القلم. بسم الله ما شاء الله ماسك جدا. اوكي. اي حاجه رقيقه الزقوها زي كده مثلا دي تتلزق بالامير، ولو اي حاجه سميكه زي كده تخينه ممكن نعمل لها فتحه. نعمل لها فتحه ازاي؟ زي ما عملنا للكتكوت الجميل ده. بصوا امسكي كده يا قلبي، عملنا فتحه بايه؟ السن بتاع البرجل ده عملنا بيه فتحه هنا اهو. امسكي قلبي كده عشان تركز، شطوره يا جودي اهي. استنى بسم الله، مش قادره تركز. ركزت ركزت، ايوه شاطره يا جودي اهي. يدخل فيها القلم الرصاص كده بالراحه 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 اهو، وتبقى اهو بالشكل القمر ده. تمام. البطيخه مش هينفع طيب. تدخل؟ لا البطيخه بقى عشان رقيقه هنعمل ايه؟ هنلزقها بالامير. طيب هنقول بسم الله. اول حاجه احنا قلنا هنعمل معاهم ايه؟ هنعمل معاهم باندا وكرتي البعبع ونيمو. ها علشان الفيديو ما يبقاش طويل. تمام. اللي عايز، لا وقفي ده انا مش عايزه ده يقع. اللي عايز اي شكل من الاشكال الباقيه يكون مش هيعرف يعمله يكتب لنا في التعليقات ونعمله لهم. انا بالنسبه لي نيمو حبيبي ده انا اللي هعمله. جودي هتعمل باندا وجيداء هتعمل كرتي البعبع. هنقول بسم الله. هنثبت الكاميرا دلوقتي واحنا الثلاثه هنشتغل مع بعض. ايه يا قلبي؟ نعيد الايه؟ الكورس دي ناسيت ناسيت. لا 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 هنقول بسم الله. هنثبت ال، استنى عشان الكاميرا تركز. هنثبت ال، هنثبت الكاميرا ونشتغل احنا الثلاثه. اوكي يلا بينا. طيب نقول بسم الله. اول حاجه طبعا كل البنوتات الجميلات وكل الاولاد اللي بيتفرجوا علينا عارفين ايه هو الصلصال الفوم. الصلصال الفوم الفوم يا جماعه الصلصال الفوم لازم تفتحوا تاخدوا الحبه اللي انتوا عايزينها وتقفلوا او تقفلوا تاني بسرعه عشان بينشف بسرعه. ها
هنقول بسم الله. اول حاجه جودي هتعمل الباندا. محتاج ايه الباندا؟ ابيض واسود بس. جميل جدا جدا جدا. جاداء هتعمل كرتي البابا. كرتي البابا محتاج اللون الاساسي اخضر. ومحتاج أفر. ومحتاج ايه تاني؟ بامبا. محتاج البينك عشان نعمل الدايرتين بتوع الخدود. واسود وابيض واسود للعينين. طيب نيمو بقى. نيمو ده جميل جدا. كل اللي محتاجينه في نيمو الاورنج والأبيض. وهنعمل له خطوط ابيض وعينين بالابيض والاسود. هنقول بسم الله. كل واحد يشتغل ويوريهم هو بيعمل ايه. لا عشان ما نطولش عليهم الفيديو. لا علشان ما نطولش عليهم الفيديو. متفقين؟ متفقين. استني بس انا مش عارفه ايديا طالعه ولا نازله. نازله ايه طالعه ولا مش طالعه؟ سوري اهو كده ممكن تكون ايديا طالعه. طيب اول حاجه هاتي اقول لك تاخدي حته قد ايه. اول حاجه الباندا وكرتي البعبع محتاج دايره كبيره. كبيره اهي. كورها. ايوه يلا كوريها. انا دوري. اوكي استني عشان لازم بعد ما نفتح كل كيس نقفله علشان ما ينشفش. كده طلعت الاخضر لجايدة. وادي الابيض لجودي بسرعه علشان بينشف جدا. طيب انا هساعدهم الاول هما الاثنين عشان ما يتعطلوش، لان انا لو انتبهت لنيمو مش هعرف اركز معاهم. تمام. ادي اول حاجه جايدتي عملت ايه؟ الكوره. الحمد لله قعدنا نقلب في الاقلام بتاعتنا لقينا قلم اخضر هينفع نعمل ايه؟ نعمل فيه كره البعبع. اساعدك انا في الخطوه دي. عملنا كوره اهي مدوره عاديه خالص. هنعمل ايه؟ هنرشق فيها القلم مكان بطتها. وبقى بصوا بقى شكلها طبعا كده مش مظبوطه. بعد ما رشقنا فيها القلم بططوها بقى وابتدوا ايه؟ ابتدوا سووها علشان تعمل دايره. استنى اهو كده سووها على قد ما تقدروا بحيث ان هي تبقى دايره مبططه. دايره مبططه. بصوا كويس ان انا ما عملتش انا حاجه عشان ابقى منتبهه ان انا انجز معاكم. اهو واضحه؟ يا رب تكون واضحه. امسكي يا جادتي واستنيني بقى ثواني بسرعه على ينشف. نيجي لجودي. نفس الفكره في الباندا. جودي عملت كوره بيضه برضو هنرشق فيها القلم. طبعا بصوا شكلها بقى ايه؟ بقى غير منطقي خالص. لا هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نبططها ونحاول نركز ونضربها ونحاول نركز ان هي تبقى ايه؟ تبقى مدوره. تبقى مدوره عشان ايه؟ الوش بتاع الباندا وبتاع كرتي البعبع الاثنين مدور. تمام اهو اعتقد كده مظبوطه شويه. لما بنيجي بقى ننقي الجنب اللي بنشتغل عليه بنعمل ملامح الوش بننقي اكتر جنب مظبوط. ايوه اهي. هاتي كده يا جادتي دي كده الدايره اللي جايداء بوظتها وهضربها ان شاء الله بتاعت كرتي البعبع. بص الرياكشن بتاع وشها. ودي كده الدايره بتاعت الباندا. دي كده اول ايه؟ حاجه. اول خطوه. طيب تستنوني انا كمان اعمل نيمو ولا اخلي نيمو في الاخر؟ لا خلي نيمو في الاخر. لا لا عشان اساعدكم. طيب دلوقتي جودي محتاجه ايه؟ كورتين. جودي محتاجه كورتين كبار للودان. انا عايزه ابيض. وجايداء لا اعملي انت كمان كورتين. كورتين انا قلت كبار؟ اه لا انا قلت لا كورتين صغيرين. انا اسفه يا جماعه. كورتين اقسمي دي على اتنين. كورتين صغيرين للودان اسود للباندا. استني عشان لازم نقفلها عشان بينشف اهو. وجايدتي كورتين بالاصفر لايه؟ للودان بتاعت كرتي البعبع. امسكي يلا. اعملها اتنين دوريتين. اه دواير كور. قد بعض كده ولا ايه؟ هاتي اساعدك في واحده. هاتي تخافيش. مالك؟ مش عارفه. ليه مش عارفه؟ ليه فين التانيه؟ ايه ده هاتي كلها؟ دي كلها. طيب نعمل كده. ايوه بعد كده نعمل كده نقسم. بص انا عملت ازاي يا ولاد؟ نقسمها كده نصين عشان يبقوا قد بعض. خدي انت اعملي دايره وانا اعمل دايره. ها هساعدك يا جودي؟ لا ما انا هنحطها كده. ماشي. لا اعملي بس دايره. هي في الاول بتبقى دايره اهي. هنمسك مين؟ نمسك كرتي البعبع ده. الجنب ده مظبوط اكتر من الجنب التاني، يبقى الجنب ده اللي هنشتغل عليه. ها خلاويس يلا امسكي انت بقى. حطي ودن الناحيه دي ودن الناحيه دي وانا هعملها لك زي المثلث. شطوره. بصي يا جودي ماما. حطي ودن هنا وودن هنا زي باندا ده بالظبط. ودني هنا. ايوه ايوه انا عايزاكي تبقي قويه انت اللي تعمليها. ودني هنا. ماشي يلا ودني الناحيه الثانيه. ايوه كوكو. بصي بصي اللي احنا عملناه امبارح وكملي عليه. صح يا جايده اهو. بصوا ودني كده وودني كده. بس طبعا ماما لازم تتدخل. ازاي؟ هضغط عليها سنه عشان نخليها زي الودن الايه المثلثه كده.
فين الأب؟ ترارارا الله كرة البابا ابتدى يبان. ليه كده؟ استنى انا اظبطها لك، انا اظبطها لك، انا اظبطها لك اهي اهي. ماما لاصلاح ما افسدته جودي وجايد اهو، وادي الودنتين، كنت اقول الودنتين، الودنتين بتوع الباندا. ماشي دلوقتي انت هتعملي كور صغننه سودا جواها كور صغننه بيضة، جايداء هتعمل كوره صغننه بيضة جواها سودا جواها بيضة. احطها هنا ولا احطها هنا؟ وريني نشوف اني جنب احلى، الجنب ده احلى واحد، على اني في حاجه سودا كده. استني ممكن نشيلها بالسن ده، اي حاجه جوه الفوم وهو لسه طري تقدروا ايه، تقدروا تتصرفوا فيها اهي اهي. سليمه بس بطلي لعب فيها الله يخليك. طيب اطلع لك تعملي ايه؟ كوره للعين. كوره يلا. دايره؟ اه امسكي. بصي انا هنا عملت لك الدايره الصغننه اللي هتبقى جوه جوه الدايره السوداء. يلا سريع هاتي يا جودي الاسود اساعدها واعمل لها دايره سوداء. خدي ايه ده؟ خدي. اخد ايه؟ حطيها انت فين؟ فين ايه؟ بصوا بقى نركز. طب مع جودي آه. هنيجي هنا نشوف الجنب السليم ونيجي بالاداه الجميله دي اللي فيها من هنا دايره ونعمل ايه؟ ونحدد مكان العينين اهو كده تمام. هاتي بقى يا جودي. هي دي كرة اكبر من كرة؟ لا مش هيبان اهي. بصوا الكور اللي جودي عملتها نونو خالص، نروح مدخلين وقعت، نروح مدخلينها في المكان اللي احنا ايه اللي احنا، بس انت عاملاها صغيرة شوية يا جودي، بس مش مشكلة انا ظبطتها. هاتي مش مشكلة. لا جميلة اهي، تبقى وحشة تبقى صغيرة. بس يا شوزة متغيرة اهي اهي. انا فردتها انا فردتها. طب وحياة ربنا العينتين بتوعك دوم شبه عينتين الباندا اكتر من اللي احنا عملناها امبارح اهي. ممكن بقى وين ثواني نيجي لجيدتي. جيدتي عملت كوره كبيره بيضة برضو، هنيجي بالاداه الجميله دي ونعمل ايه الحاجه عماله تعمل ايدي، ونوسع مكان للعين هنا كده. ايه ده؟ لا دي غرزت قوي، مش مشكله نوسع مكان للعين. هاتي فين الدايره البيضة اهي، نحطها كده. دي الكبيره، هاد الدايره دي العين الكبيره عشان هو كرتي البعبع كله عين يا جودي. فتحه ليه؟ ونضغط عليها تمام كده. ادي العين بتاعت كرة البعبع. عايزين بصي جواها دايرة سودا نكمل كرة البعبع. اعمل دي دايرة سودا يلا بسرعة كده، خلاص كرة البعبع بتاع جادة قرب يخلص بسرعة. وانت كمان يلا ها. بصوا بقى هنيجي هنا ونعمل ايه، ضغط خفيفة كده. هاتي هاتي ونحط فيها الدايرة السودا اللي جايداء عملتها اهي كده. كرة البعبع ابتدى يبان. جايدتي بالدايرة البيضة بقى دي اغرزيها انت في الدايرة السودا بس من ناحية فوق شوية. بس الكورتين دول يلا شاطر. ثانية واحدة يا قلب ماما، فوق شوية على حرف الاسود من فوق عشان هو النني بتاعه كان قالب على فوق كده. وريني لزقت. بس حلوة اضغطي بقى. انا ماما اتخطش. لا اتخطي انت. لا اله الا الله، بوظت كرش البعبع. بس مفيش دعوه بيه اهو، بوظت الباندا المعين صغيره اهي اهي اهو. كرش البعبع واضح شويه. كرشي بابا استنوا بس كده ها. اعملي بقى دايرتين كده. بصوا اعملي دايرتين صغنطتين بنك كده. كرش البعبع ناقص له الخد ده والخد ده ويبقى خالص. جودي ناقص لك ايه؟ العين. المشكلة ان جودي ما بتعرفش تحط النقط الصغنططة. هاتي هاتي واعملي لي نقطة كمان سودا لمناخيره. اهو هاتي العين الثانية اهي. اوبس وقع لحقتها. مناخيره قد ايه كده؟ قد عينيه اهو. ادي كده العيون، استنى عشان مش واضحة اهي العيون بتاعت الباندا كده. ناقص مناخيره مثلثة صغننة، وانت ناقص خدوده. لا الدايرة دي كده هتبقى كبيرة. اعملي دوائر دوائر سقنططة خالص. مناخيره كده حلوة؟ اه ماشي. اقسمها لك. هاتي. لا ماما عملتها وحش. لا جميلة. لا يلا خدي 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 دول يلا كوريهم كوريهم بسرعة. ماما خدي خدي خدي. كل حاجة ماما خدي. امال انتوا بتعملوا ايه في حطيها بقى في نص عينيه. ايه نص عينيه؟ المناخير تحت شوية في نص العينين. ها نقفل كده نتاكد ان الايه ان الاكياس كلها متقفله.
ليه موجه؟ وريني. لا جميله جميله اهي. بصوا بقى نضغط عليها ضغطه. يا ماما فين الكره الثانيه؟ من الكره الثانيه. ما هم دول هم دول اللي كانوا هيتعملوا الكورتين. انت ما سمتيهاش. انا والله كنت بديها لك مقسومه والله. لا والله اهي 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 اهي. يلا يلا كبري بسرعه. دي كده مناخير البنده، بس مناخير البنده ما بتبقاش مدوره، عايزين نخليها مثلثه شويه بالادوات اللي عندنا. وحاولوا ايه تشكلوها زمان. استنى عشان انت عملتيها صغنطه قوي يا جو. قلت لك خياتي اكبرها. انا بعرف اكبرها مش مشكله، بفردها كده وبتكبر اهي. خلاص امسكي كده البنده بتاع جودي خلص تمام. ها هاتي الكوتة، ما تحطيهم انت بقى. يلا استني نعمل لجايدة ايه؟ نعمل لجايدة هنا كده مكان الخد، وهنا كده مكان الخد. يلا يا جايدة في المكان. ليه هنا كورتين صغيرين؟ معلش مش مشكلة مش مشكلة. حطي في، بصي اهو هنا وهنا. يلا في المكانين اللي انا عاملاهم داخلين دول. شاطر شاطر ما حصلش حاجة. يلا امبارح واحنا بنشتغل بره التصوير بيبقى مخنا وذهننا صافي اكتر، دلوقتي علشان بنبقى جوه التصوير بيبقى فيه شويه لخبطه. يلا يا جايدتي شطوره، اضغطي بقى عليهم يا جايده. ايه يا ماما زين اهو كده. يلا اضغطي ضغط وضغطه الناحيه الثانيه. بس كورتي البابا خلص اهو. دي بوظت مش لا ما بس والله جميل اهو. ادي بنده وادي كورتي البابا. هاتوا بقى بنده وكورتي البابا بتوع امبارح. لا كورتي البابا يبقى. بصوا يا جماعه ثواني ثواني، كورتي البابا بتاع امبارح جه بايظ شويه. جه بايظ والله ما فيش حد بايظ غيرك. خلصي. بص كورتي البابا بتاع امبارح ده انا اللي عملته معاهم عشان اوريهم هيتعمل ازاي. ده كده اللي احنا عملناه امبارح وده اللي عملناه النهارده. كورتي البابا بتاع النهارده اتخن من كورتي البابا بتاع امبارح، بس شغال شغال جميل جميل جميل. قمر 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 ده جميل. انت اللي ضبطت. ماشي ادي كورتي البعبع. الباندا برضو الباندا بتاع النهارده برضو جه اتخن من الباندا بتاع امبارح. مش عارفه في ايه النهارده. ده الباندا بتاع امبارح وده الباندا بتاع النهارده اهو. طيب نايس. بس يا شوزه نايس ايه؟ هاتي نيمو ده، تعالى يا واد يا نيمو. هاتي نيمو، مين هيساعدني في نيمو؟ يا ساتر يا رب. بصوا بقى، طب احنا عايزين قلم غير ده يا ولاد. خدي اسود. مفيش اسود. ايوه هاتي القلم بتاع الكتكوت ده. شاطره شاطره، الجيش قال لك اتصرف. بصوا بقى هعمل انا معاكم نيمو ده حالا. طيب اول حاجه محتاجين ايه؟ محتاجين قطعه اورنج. هتعملي ايه؟ هتبتدي تساعدني. جيداء فين الاسود؟ اعملي لي عينتين صغنطتين. خدي انت اسميها. لا اله الا الله، انا هعمل ايه ولا ايه؟ بصوا بقى اول حاجه هنعمل كده، مش هنعملها بقى المره دي كوره، لا هنعملها المره دي بيضاوي تمام، ونغرز فيها القلم اهو. بعد ما نغرز القلم نبتدي نعمل ايه؟ نشكلها ناحيه بتبقى رفيعه عشان دي اللي هيتعمل فيها الديل، والناحيه الثانيه بتبقى مقلبزه شويه بالشكل ده تمام كده. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده حاضر يا قلبي نقسمها. دي صغنطته قوي يا جايده على فكره. لا دي كده صغنطته، كبريها سنه. هاتي يا جودي بعد كده بنعمل. هاتي بسرعه يا جودي، هاتي واحد واحد. بعد كده بناخد دواير. لا هاتي الاثنين دول هيعملوا خط واحد. بعد كده هناخد قطعه بيضه ونعملها ايه؟ نعملها كده عشان نبتدي نعمل الايه اهو، الخطوط اللي على جسم نيمو. ادي إيه اول خط. اعمل خط كمان. ماشي اهو. ونبتدي نعمل ايه؟ ثواني يا جايده عشان ايدي بتترعش وانا بصور اهو. ونبتدي نلف حوالين جسم نيمو كده بالشكل الجميل ده. ادي اول ايه؟ ادي اول خط. خد خط كمان. يلا الخط الثاني. ثانيه واحده يا جايدتي، اهم حاجه تفردوه كده، ومش لازم يبقى مقاسه مظبوط قوي لان الخطوط اللي كانت على جسم نيمو ما كانتش ايه؟ كانت عشوائيه كده. كانت عشوائيه كده، فهي لوحدها كده هتبتدي تموج يعني ما تقلقوش اهو. اهم حاجه بتميز نيمو الخطين الايه؟ الخطين اهو. مش عارفه واضح ولا لا، الخطين البيض. عايزه ماشي؟ طيب هنا جايده هتعمل لي الايه؟ العيون. وانا اعمل العيون. خدي يا جايده اعملي كورتين. تمام؟ ادي كده اول حاجه، ده ايه؟ ده الجسم بتاعه. طيب عايزين نعمل له الديل والزعانف.
نجيب ثلاث حتت او ثلاث قطع اورنج صغنطتين. ثلاث حتت. ثلاث قطع. 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 ثلاث قطع. هذا صغننة يا اولاد. لا ده احنا محتاجين اربعة. اربع حتت عشان الديل وثلاث زعنفات اهو. هناخد الجزء ده مثلا نقطع منه الاول ايه جزء اهو نعمل الحته دي ايه ديل. انا مش عارفه واضح ولا لا. يا رب يكون واضح. تعالى يا نيمو عند الجزء الرفيع ونلزق ايه نلزق الديل كده ونبتدي نفرده نفرشه كده اهو. وبعد ما نفرشه اه نبططه. وبعد ما نبططه زي ما جودي بتقول بالسن كده ونبتدي نعمل فيه ايه اللي هي الخطوط اللي بتبقى في الديل بتاع السمكه اهو. الزعنفه. انا لسه في الديل يا شوزه. ادي الديل ها. جيداء عملت لي اول عين ممكن نركبها علشان تنشف. ما تنشفش اهو. الله اكبر الله اكبر شو ان لا اله الا الله. ملامحه ابتدت تبان. طيب ناخد دول نعمل منهم ايه ناخد منهم ده الظهر. لا نعمل ستوب. يلا ستوب. عملت الدايره. طيب رجعنا بعد الاذان نقول لكم بقى عملت ايه. بصوا زي ما ركبت هنا الديل ركبت هنا ايه زعنفة صغننة وركبت هنا زعنفة صغننة وبرضو هنعمل ايه هنعمل فيها اللي هي الخطوط دي كده. كل اللي فاضل ايه لا يا قلبي الزعنفة اللي فوق. خدي يا جودي شيلي الحتة الاورنج دي عشان جت كبيرة. هنعمل ايه هنعمل زي شكل بيضاوي كده. استني يا ولاد عشان الكاميرا تركز اهي. ركزي اهي بيضاوي ونلزقه فين نلزقه ما بين الخطين كده. وبرده بالسن ده اللي هو عامل زي سن السكينه ونعمل ايه نبتدي نعمل فيه الخطوط بتاعه الزعانف بتاعه السمك من الناحيتين اهو كده. بعمل من ناحيه تروح الناحيه الثانيه ممسوحه. ارجع اعمل من ناحيه نفس الناحيه الناحيه اللي قبلها تروح ممسوحه اهو. وادي لا استنى عشان ده حبيبي نيمو. نيمو لا ده نيمو. ده نيمو ده اللي انا كنت معجبه بيه قوي امبارح. نيمو بتاع امبارح. استني الكاميرا مش راضيه تركز. استني اهو مش قادره تركز. وبعدين امسكوا انتوا بقى كده وقرب انا اقرب انا ايوه قرب انا التليفون ثواني. ايوه استنى استنى كده هتبتدي تركز اهو. بسم الله. نيمو الكبير ركزت. بصوا بقى يا حبايب قلبي ده نيمو اللي احنا عملناه امبارح مبقلص كده وقمر. ده نيمو اللي احنا عملناه النهارده مش عارفه رفيع ليه. يعني انتوا تعملوا الاشكال بتاعتكم النهارده تخينه ومقلبزه وانا نيجي على نيمو الغلبان يطلع رفنطع كده. دي كده الاشكال اللي احنا ايه هاتي لي نيمو هنا جنب اخوه. دي كده الاشكال. لا كله حلو والله اللي احنا عملناها. هاتي بقى عشان تعبت مش عارضين يتمسكوا. بصوا شكلهم. لا ما تسيبوش. قمر وضحوا. الزعنفه. لازم استنى. طب كويس ان احنا خدنا بالنا من الحته دي عشان نقول لهم عليها اهو. بصوا توقفوا الاقلام كده بالاشكال اللي انتوا عملتوها لحد ما تنشف علشان لو نيمتوها على اي حاجه الصلصال هي استنوا يا قلبي الصلصال هيتفعص. حلوه يتفعص دي تمام. طيب مبسوطه جدا. بالنسبه لي كنشاط حتى طلع اسهل بكتير 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 من الاقلام الجاف. مبسوطه. باندا كورتي البعبع الورده دي يا جماعه كلها دواير كور كده وانتوا لزقوها كلها في بعضها ورشقوا فيها القلم. العلم عملناه معاكم لو عايزين نعمله تاني مفيش مشكله. نيمو اوكي. كل الحاجات اللي تحت دي احنا عاملينها معاكم قبل كده كلها على بعضها. ممكن اوريهم احنا ممكن نفتح زي الكتكوت كده ما فتحناه ازاي بسرعه. امسكي كده صوريني صوريني بس لفي التليفون صوريني بس اتاكدي ان هو مركز. ماشي. طيب نقول بسم الله. بتاخدوا الشكل زي كده بس يكون مكور وعايزين سن بس تخلوا بالكم اهو سن زي كده ها سن زي كده. ده السن بتاع البرجل ما لقيناش اي حل. بنبتدي نعمل ايه بنبتدي نعمل دايره كده بالسنون على مقاس الكعب بتاع القلم الرصاص اللي هو عشان ايه عشان يدخل فيه كده تمام. نلف بقى كده الدايره. الصلصال ده فل يا جماعه فل. فبصوا بيعمل ازاي. لا لازم تركز لازم الحته دي تركز. استنى الالوان اهي ركزت 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 اهي
بنبتدي بقى نخرج الايه؟ نخرج الفل من قلبها ونوسع في الفتحة دي على قد ما نقدر علشان تبقى على نفس مقاس الايه؟ القلم. نبتدي اهو نوسع كده المكان وننفخ كده بالراحة، كل حاجة بتطير اهو، كل الفل اللي جوه بيخرج. نمسك القلم ونروح عاملين ايه؟ ترارارا. امسكيها انت بقى كده يا جودي. ودول بقى بنلزقها بالامير. ترارارا وريني اهي. بس يعني انتوا لو عاملين اشكال بالصلصال الفوم من قبل كده وموجودة عندكم وعايزين تعملوها للقلم، انتوا ممكن تعملوها بالفكرة القمر الجميلة دي، وتبقى سهلة ان هي تتشال وتتركب. ثانية واحدة اهو، بس اهي وقفيها جنب اخواتها، شكلها قمر. ها مبسوطة؟ انا والله العظيم مبسوطة، احلى واجمل واسهل نشاط عملناه. تمام اوكي، ينتظروا حاجات تانية هنعملها باذن الله. ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم سلسلة تزيين الادوات المدرسية. عملنا القلم الجاف والقلم الرصاص، هنرجع لهم بقى بتزيين الكشاكيل بس بفكرة جديدة نوفي، غير فكرة السنة اللي فاتت نهائي. جاهزين؟ نقول لهم لو عجبكم الفيديو، استني قبل، لو عجبكم اللي بيعرف يعمل اشكال يكتب لنا تحت في التعليقات، واللي هينفذها يكتب لنا تحت في التعليقات، ولو في شكل مش عارفين يعملوا يكتبوا لنا تحت في التعليقات، ولو في اشكال جديده اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ويلا باي. واللي بيفهم حاجه من اللي جداه بتقوله يكتب لنا تحت في التعليقات. ماشي، عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. باي باي.